الرد على من يقول أن الناس في هذه البلاد على بيئة التوحيد وعلى الفطرة السليمة، فلماذا يشتغلون بتعلم التوحيد؟ سبحان الله، يعني آمنين من الشرك، ومن ما حد يأمن على نفسه. إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خاف على نفسه مع أنه هو اللي كسر الأصنام وألقي في النار بسبب ذلك، ومع هذا خاف على نفسه. والسبب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فتنة والعياذ بالله. ولا أحد يأمن على نفسه من الشرك، ولا يكفي أن تقول أنا موحد وأنا ما أشرك، لو صرت ما تعرف الشرك تقع فيه. لازم تعلم الشرك ما هو، أنواع الشرك علشان تتجنبها، ولا تزكي نفسك تقول أنا في حماية وأنا ظل من هو أعنك، ظلوا وزاغوا. خاف من الفتنة يا أخي، الفتنة عظيمة الآن كما تعلمون، الفتن الآن عظيمة متنوعة، وتصل إلى الناس وهم على فرشهم في بيوتهم وهم مغلقون أبوابهم، تدخل عليهم الفتن بواسطة ما تعلمون من وسائل الإعلام الشريرة. فالفتن عظيمة، ولا أحد يأمن على نفسه، ولا تزكي نفسك ولا تأمن على نفسك. نعم.